لم يمر ثاني أيام عيد الفطر مرور الكرام في قطاع غزة، فبهجة العيد وفرحته منعدمتان مع تواصل القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 115 فلسطينياً اليوم. هذا وشنت إسرائيل أكثر من 60 غارة جوية استهدفت مؤسسات ومبان تابعة لحركة حماس، فضلاً عن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. القصف لم يستثني أيضاً منازل المدنيين، ما أدى إلى إصابة العشرات نقلوا إلى المستشفيات والتي تعاني من نقص حاد في متطلبات العلاج الأساسية. وفي الوقت الذي تبكي فيه غزة ضحاياها، شيع مئات الإسرائيليين جنديين قتلا خلال المعارك في وقت أكدت فيه السلطات الإسرائيلية مقتل 53 جنديا من قواتها منذ بداية عملية الجرف الصامد.